لدينا لهذا اليوم سعد رجل أعمال الأستاذ محمود أحمد. بداية أهلا وسهلا فيك ونورنا على برشاشة. أهلا وسهلا فيك ونورنا. خبرني أكثر، من هو محمود وكيف بدأ انطلاقته في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ أنا محمود يوسف أحمد من سوريا، جيت على الإمارات تقريبا بال 2012، فتحت بزنس صغير. حلو. طبعا أنا مجالي هو إضاءة، بس بلشت بداية ما بلشت بالإضاءة، فتحت مجال صغير هيك يعني كبداية، وبعدين أخذت محل صغير بمنطقة اسمها الرولة، محل كهرباء. جميل. وشوي شوي لحتى وصلنا لهذا المحل تقريبا بال 2013-2014. ما شاء الله. ومن 2014 مستمرين لهلا 2021. خبرنا أكثر عن المحل، عن الشركة هاي، شو الخدمات اللي عندك، شو تميزات عندك، موقعك بالسوق، ما الذي يميزه؟ أول شيء الكواليتي، أنا بدور على الكواليتي، أعطي الزباين أجود شيء بسعر مناسب، هذا أهم شيء، أول شيء عندي. صحيح. وبقدم للزبائن التركيب، الصيانة، أي شيء بيخص الإضاءة من الألف للياء. أنواع الإضاءة، عالم تطور كبير، عالم بتطور أكثر طبعاً. عم تخيله حالياً تطور موجود، التكنولوجيا الموجودة عندك احنا شايفينها من تصميمات حلوة، من إضاءات كثير حلوة، كيف بتواكب هذا الموضوع أستاذ محمود؟ بدك تضل تتابع أول بأول، كل يوم في جديد بالنسبة للديزاينات، بالنسبة لمثل ما قلت التطور، كل يوم في جديد. صحيح. هلا آخر شيء كله هلا عم ينطلق للسمارت هوم، سمارت سيستم. مزبوط. هيك فبدك تضل تتابع أول بأول دائما. طبعا هذا الشيء نزلناه عنا بالمحل، سمارت هوم، هاي الأمور كلها نازلة عنا. جميل. من السويتشات، حتى الستائر، ستائر سمارت هوم نزلناها. ما شاء الله. طيب استاذ محمود، خبرني عن رؤيتك المستقبليه في هذا العمل، لوين تكون في دوله الامارات ان شاء الله؟ لا، فروع بكل الامارات ان شاء يعني الله، هذا هو الهدف الاساسي ان شاء الله باذن الله تعالى. اتمنى لك مزيد من التقدم والازدهار اكثر واكثر. طبعا استاذ محمود، لو انطلقنا الان تحدثنا اكثر عن العمل في دولة الإمارات، عن الاستثمار في دولة الإمارات، ونصيحتك للشباب وجيل الغد القادم في دولة الإمارات، شو هو؟ هلا للأمانة دولة الإمارات يعني إذا الواحد بده يحكي بكل صدق وشفافية، هي تربة خصبة للاستثمار يعني. صحيح. من تسهيلات، من كل الأمور يعني. من تسهيلات من ناحية فيك تقول البلديات، وهي الأمور جدا مريحة وسلسة يعني. أي واحد بده يستثمر جدا بيسهلوا له إياها، مثل ما قلت لك، مثل ما بلشت أنا بدايتي ما كنت قوي، بس كتير قدموا لي تسهيلات، وهي لحتى فتحنا وانطلقنا والحمد لله رب العالمين الأمور تمام. جميل. خبرنا أكثر عن الخدمات الموجودة، عن المال الذي تقدمه شركة لازوت عن باقي الشركات. مثل ما قلت لك، نحن بندور بشكل أساسي على الكواليتي. جميل. إنه أعطي الزبون كواليتي بشيء يعني إنه يركبها للزبون عنده إن شاء الله ما تنحرق بعد 6 شهور. جميل. سنة. لا، بعطيه شيء ممتاز بكواليتي ممتاز بسعر مناسب. جميل. هذا أهم شيء، هذا اللي بيدور عليه الزبائن كله يعني. صحيح. بتدور على كواليتي جيد بسعر مناسب. جميل. خبرني أكثر عن تجهيزاتك والخدمات الموجودة بهذه الشركة. هلا بالنسبة للخدمات، نحن ممكن نبلش من فيلا وننتهي بفندق. ممكن نجهز لك فيلا، ممكن نجهز لك فندق، ممكن نجهز لك مسجد. أي شيء، إضاءة حدائق، إضاءة خارجية، إضاءة داخلية، سويتشات، سمارت هوم، إضاءة ديكور، تريات، يعني بشكل متكامل، إضاءة متكاملة. ما شاء الله. ممكن نجهز لك برج، ما في مشكلة. يعني إحنا نتكلم عن تجهيز إضاءات كاملة من A to Z. كاملة من A to Z. جميل. طبعا استاذ محمود، توجهنا الان، نحن قادمون على الاكسبو 2020، ما رايك في هذا الموضوع في الاستثمار في دوله الامارات وكيف سوف تتم التنميه؟ هلا الاكسبو 2020 هي خطوه ممتازه بالنسبه ان كانت لدوله الامارات، وان كانت بالنسبه للمستثمرين بدوله الامارات، اكيد هذا حيعود بعائد مادي كبير بالنسبه للمستثمرين، بالنسبه لرواد الاعمال اللي موجودين هون، من الشركات الكبيره اللي حتجي لهون، من العلاقات اللي حتصير كونكشن بين الشركات الكبيره. هذا كله حيعود علينا بمردود كويس ان شاء الله، وحيعود بمردود كويس للامارات واسمه، وطبعا الامارات على طول رقم واحد.
عالشام خدوني واحبابي فرجوني سوريا راجعة وشايفها بعيوني عالشام خدوني واحبابي فرجوني سوريا راجعة وشايفها بعيوني وهج الشمس بيتي والغيم اللي بيروي الأرض شربان رجوليتي والسوري وقت بيخلق باسم المجد بينطق سوريا بيتعلى أي أم الحنوني وسوريتي هويتي أنا وهج الشمس بيتي والغيم اللي بيروي الأرض شربان رجوليتي اسم المجد بينطق سوريا بيتعلق أي أم الحنوني عالشام 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 خدوني نعمة الأمن والأمان في دولة الإمارات شو بتعني لك من ناحية شخصية وناحية العملية؟ نعمة الأمن والأمان هي أهم شيء طبعا. من ناحية الشخصية أنت ممكن أنا أترك مفتاح سيارتي بالسيارة أنزل على السوبر ماركت وأطلع طبعا هذا أمن وأمان. أحيانا أنا بضطر أني أطلع على البيت ما في داعي أني أسكر المحل أو أقفل المحل بتركه مفتوح أحيانا بطلع على البيت وبرجع عندي غرض مضطر عليه كذا مزبوط. فالأمن والأمان الإمارات هي بلد أمن وأمان الله يديم علينا الله يديم علينا الأمن وتعم على جميع الدول العربية والإسلامية أيضا كلمة شكر بتوجهها للشيوخنا وحكامنا على نعمة الأمن والأمان وبيئة الاستثمار الناجحة يعني قد ما شكرتهم هذا بيكون لسان عاجز عن التعبير يعني الله يزين عنا ألف خير والله يمد بعمرهم ويخلينا إياهم شيوخ الإمارات وإن شاء الله منه لأحسن لأحسن لرقم واحد وأكثر من رقم واحد طبعا استاذ محمود في نهايه لقائنا كلمه شكرا يمتهديها لاشخاص مميزين بحياتك كانوا داعمين لك منذ البدايات حتى الان والله اشخاص داعمين لي يعني فيني اقول لك يعني زوجتي وعمي والامارات الشكر الكبير لك استاذ محمود على استقبالك الرائع لنا الله يسلمك على هذا الشغل الجميل معك ونتمنى لك المزيد من التقدم والازدهار الله يسلمك اكثر وفي النهايه انتظرونا بكفاءه جديده كما عودناكم ودمتم بامان الله شعبها وسرها واجمل تلاحم بحرها معبرها وشيوخها اللي للسحاب بتجرها في حبها من حقها نرزف نرزف لها السعادة كلها كلها نضربها اجمل مثل ونفلها